في أسواق المال انخفضت مؤشرات البورصة بنحو شبه جماعي بنهاية تعاملات جلسة تداولات اليوم. تراجع المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 94%، بينما زاد وحيدا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 24%، وانخفض مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 4%. معنا مباشرة من داخل مقر البورصة المصرية مينا بشرى مراسل لايف. مينا أهلا بك، وكيف تبدو المؤشرات في البورصة هذا اليوم والأداء أيضا في هذه المؤشرات؟ هل تسمعني مينا؟ لو تسمعني أتحدث عن مؤشرات البورصة التي انخفضت اليوم، كيف بدأت المؤشرات اليوم وما هو سبب الانخفاض في هذه المؤشرات المختلفة؟ يبدو أن مينا بشرى ليس هناك تواصل فيما بيننا وبينه. إذا مرة أخرى إلى أسواق المال العربية التي شهدت هبوطا جماعيا لأداء مؤشراتها والتي عادت العمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر باستثناء بورصتي السعودية والبحرين. نتابع معكم هذه المؤشرات. كانت هذه مؤشرات أسواق المال العربية. نعود مرة أخرى إلى مقر البورصة المصرية. معنا مرة أخرى مينا بشرى مراسل أونلايف. أهلا بك مينا، عدت إلينا مرة أخرى صوتا وصورة مباشرة. إذا مؤشرات البورصة المصرية انخفضت بنحو شبه جماعي في نهاية تعاملات جلسة دولة اليوم، ترى ما هو السبب في ذلك؟ نعم حساني، بالفعل سيطر التراجع شبه الجماعي على أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام أولى تعاملات هذا الأسبوع، حيث تراجع المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30 وأيضا المؤشر الأوسع نطاقا اتجه إلى المنطقة الحمراء في مقابل صعود المؤشر السبعيني والخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة وحيدا اليوم إلى المنطقة الخضراء. البداية مع هذا التراجع من جانب المؤشر الرئيسي جاء نتيجة للضغوط البيعية من جانب المتعاملين العرب والمؤسسات، أيضا يضاف إلى ذلك اتجاه معظم الأسهم القيادية إلى المنطقة الحمراء ولا سيما الأسهم القيادية صاحبة الأوزان النسبية الأعلى، مما دفعت به المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30 في الاستمرار في رحلة الهبوط منذ مستهل التعاملات وحتى الإغلاق. البداية مع نسب المؤشرات والمؤشر الرئيسي الذي تراجع بنسبة بلغت 94% بختام التعاملات ليصل المؤشر إلى مستوى 16067 نقطة عند ختام التعاملات. المؤشر الثاني وهو المؤشر السبعيني والخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة وبفعل العمليات الشرائية من جانب صغار المتعاملين ارتفع بنسبة بلغت 24% وليصل المؤشر إلى مستوى 800 نقطتين عند الإغلاق. أما بالنسبة للمؤشر الأوسع نطاقا مؤشر إي جي إكس 100 تراجع أيضا بنسبة محدودة للغاية بلغت نحو 4% وليصل المؤشر إلى مستوى 2042 نقطة عند ختام التعاملات. ومن أداء المؤشرات إلى فئات وجنسيات المتعاملين، فالبداية مع المتعاملين المصريين، نسبة الاستحواذ وصلت إلى 64.5% وبصافي شراء تجاوز 23 مليون جنيه.
في مقابل ذلك اتجهت تعاملات العرب نحو البيع اليوم بنسبة استحواذ وصلت إلى 9.9%، وبصافي بيع تجاوز 28 مليون جنيه. أما بالنسبة للمتعاملين الأجانب فنسبة الاستحواذ اليوم وصلت إلى 26.42%، وبصافي شراء تجاوز 5 ملايين جنيه. أما بالنسبة لأداء الأفراد والمؤسسات اليوم فقد سيطرت العمليات الشرائية على أداء الأفراد بنسبة استحواذ وصلت إلى 59.75%، في مقابل سيطرة العمليات البيعية على أداء المؤسسات بنسبة استحواذ وصلت إلى 40.24%. أما بالنسبة لأداء الأسهم اليوم صعودا وهبوطا فالبداية مع قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، ففي المرتبة الأولى جاء سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 14.12%، وفي المرتبة الثانية سهم شمال إفريقيا للاستثمار العقاري بنسبة 6.38%، العربية للاستثمارات والتنمية بنسبة 6.15% صعودا، العربية للمحابس في المرتبة الرابعة بنسبة 5.92%، أطلس لاستصلاح الأراضي في المرتبة الخامسة بنسبة 5.79% صعودا. أما بالنسبة للقائمة الثانية وهي الخاصة بالأسهم الأكثر تراجعا اليوم ففي المرتبة الأولى وبختام التعاملات جاء سهم وادي كوممبو لاستصلاح الأراضي بنسبة تراجع وصلت إلى 9.84%، وفي المرتبة الثانية العربية لحليج الأقطان بنسبة 9.12%، الحديثة للمواد العازلة في المرتبة الثالثة بنسبة 5.56%، وفي المرتبة الرابعة الصناعات الغذائية المصرية بنسبة 4.84% تراجعا، وفي المرتبة الخامسة جاء سهم النصر للملابس بنسبة 4.49% تراجعا. أما بالنسبة لأداء القطاعات اليوم وتحديدا أنشط القطاعات من حيث قيم التداول ففي المرتبة الأولى جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بقيم تداول تجاوزت 207 ملايين جنيه، وفي المرتبة الثانية قطاع العقارات بقيم تداول تجاوزت 96 مليون جنيه، وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع البنوك بقيم تداول تجاوزت 84 مليون جنيه، تلاه بعد ذلك قطاع الخدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيم تداول تجاوزت 75 مليون جنيه، وفي المرتبة الخامسة قطاع الاتصالات بقيم تداول تجاوزت 60 مليون جنيه، وفي المرتبة السادسة قطاع المنتجات منزلية وشخصية بقيم تداول تجاوزت 41 مليون جنيه، وجاء في المرتبة السابعة قطاع الأغذية ومشروبات بقيم تداول تجاوزت 35 مليون جنيه. أيضا بالنسبة لمستوى السيولة اليوم وهي التي تعبر عن قيم وأحجام التداول وما تم على مدار التعاملات من عمليات شرائية وبيعية، فجلسة اليوم شهدت تراجع نسبي في مستوى السيولة التي وصلت بختام التعاملات إلى 853,565,000 جنيه، وذلك من خلال التداول على 184,264,000 سهم، وبإجمالي عدد عمليات تم تنفيذها على مدار جلسة اليوم بما يزيد عن 21,000 عملية. نعم. أخيرا بالنسبة لرأس مال البورصة السوقي وبفعل هذا التراجع شبه الجماعي فقد منيت البورصة المصرية اليوم بخسائر قدرها 4,233,000,000 جنيه. من كلامك من انخفاض المؤشرات يبدو ان يعني ايام الاعياد عيد الفطر المبارك كان لها تاثير على البورصه المصريه من حيث عدد المساهمين والمستثمرين، ايضا شان ذلك شان البورصات العالميه والعربيه الاخرى. لدينا يومان الاربعاء والخميس، بعدها سوف نشاهد ما سوف يحدث في البورصه من خلال هذه المؤشرات. اشكرك من داخل مقر البورصه المصريه مراسل اون لايف من بشرى، اشكرك شكرا جزيلا.